بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، أحييكم مرة أخرى بتواصل أشواط اليوم، الأشواط المفتوحة في هذا المساء، مساء الختام، ختام السباق المحلي السادس في هذا الأسبوع. الشوط الثامن ينطلق على بركة الله وتندفع هذه الأسماء. هنا شوط خاص بالزمول واندفاع أسماء جديدة في هذا الشوط تبحث عن الناموس في هذا المساء. إذن المركز الأول سيلين أو سيلين على المركز الأول لهجن الشحانية، يضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الأول وفي الصدارة وفي المقدمة، يليه مباشرة الفارس على المركز الثاني لهجن الشحانية. ينطلق الفارس مع متابعة مضمرة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي والمركز الثالث. من الجانب الآخر تواصل لبراق على المركز الثالث، ينطلق مع شعار هجن الشحانية عند سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يليهم مباشرة من يحمل الرقم 4 وهو السعدي بشعار هجن الشحانية عند المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الخامس أيها الإخوة المتابعون يصل رداد على المركز الخامس بشعار سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني مع علي بن حمد بن حسين بن جرحم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، تتواصل هذه الانطلاقات، تتواصل هذه التحديات من ميدان الشحانية في مساء هذا اليوم. أشواط الكبار وتألقها، أشواط الكبار وانطلاقها، أشواط الكبار وإبداعها، والشعارات الغنية عن التعريف شاركت اليوم. حققت زعفرانة أيها الإخوة المتابعون في الشوط الرئيسي الأول الخاص بالحيل، وحقق لفان في الشوط الرئيسي الخاص بالزمول، حققت في هذا المساء الأشواط الرئيسية، بل حقق الوهيبي 7 نقاط، يعني كل الأشواط عند الوهيبي اليوم، الأشواط 7 كلها عند الوهيبي. عموما تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على إبداعه في هذا المساء، لينطلق شوط جديد. ويبحث أيضا سلطان الوهيبي عن تحقيق نقطة جديدة مع تقدم سيلين على المركز الأول وتقدم براق على المركز الثاني وانطلاق الفارس على المركز الثالث. يعني يدخل بثلاثية اليوم، يدخل في هذا الشوط بثلاثية الوهيبي مع تقدم هذه الأسماء، استعداده مميز الوهيبي مع الكبار. شاهدنا هذا العام تواجد أسماء عملاقة مع سلطان الوهيبي العملاق تواجد ويضمر أسماء جديدة إن شاء الله ستتابعونها في هذا الموسم. إذن عودة إلى المقدمة وإلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط، وهذا هو سيلين على المركز الأول. سيلين يحتل المركز الأول، أحد المناطق الجميلة في دولة قطر في جنوب قطر. هذه المنطقة الجميلة سمي أيضا عليها. هذه انطلاقة سيلين على المركز الأول منطلقا ومندفعا ومبدعا كعادته على المركز الأول سلطان الوهيبي تابعه. المركز الثاني هنا براق على المركز الثاني،
براق الهجن الشحانية عند سلطان الوهيبي، وعنده أيضا الفارس اللي يحتل المركز الثالث. الثلاث المراكز الأولى عند سلطان الوهيبي، والمركز الرابع السعدي اسم ارتبط مع محمد بن خالد العطية. السعدي بشعار هجن الشحانية يحتل المركز الرابع. المركز الخامس تواصل اسم جديد وهو صوغان في هذه اللحظة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن فهد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني، يضم عبد الناصر بن أحمد المحمود، هو المضمر المبدع اللي يرافق هذه الأسماء العملاقة اليوم، الله يوفقه. عموما وعلى كل حال، عودة إلى المركز الأول وإلى الصدارة. انتصفنا من المسافة، انتصفنا من مسافة هذا الشوط، راحت 4 كيلومترات من عمر هذا الشوط. يبحث الوهيبي عن تحقيق نقطة ثامنة، عنده نقطة ثامنة الوهيبي اليوم، يقول 9 و10. الله يوفق الجميع اليوم، الله يوفق الجميع. شعار هجن الشحانية اليوم حاضر بكل قوة مع هذه الأسماء العملاقة، كما حضر أمس مع الأسطورة الجزيرة، حضر شعار هجن الشحانية وأيضا المبدع العملاق سلطان الوهيبي. حضرنا الجزيرة، شفنا دوما، وشفنا خود، وأسماء مميزة شاركت في مسائل أمس، واليوم يقدم لنا أسماء جديدة. يعني إن شاء الله الأمور تمام يا الوهيبي، الأمور تمام. على كل حال، عودة إلى مجريات هذا الشوط. إلى المركز الأول، سيلين على المركز الأول، براق على المركز الثاني، الفارس على المركز الثالث، شعار هجن الشيحانية لمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الأول والثاني والثالث، متابعا للأسماء العملاقة. المركز الرابع عليه الرقم 4 ويحتل المركز الرابع السعدي لهجن الشيحانية عند المشاغب محمد بن خالد العطية الذي يقوده كما قاد السعدي. للمعلومية، السعدي اسم ارتبط مع محمد بن خالد العطية، حقق رموز هذا الاسم عند المشاغب محمد بن خالد العطية، خاض في دورة المرموم هناك في دبي، وأيضا شارك في الوثبة، حقق الرموز هذا الاسم عند محمد بن خالد العطية. يتفاءل به محمد بن خالد، يتفاءل بهذا الاسم، الله يوفق السعدي. ها هو الآن قادم لتشكيل رباعية مميزة مع الثلاث المراكز الأولى مع هذا التقدم. المركز الخامس إخواني المتابعين، أختم النداء بوصول رداد على المركز الخامس واستعادته للمركز الخامس بإشعار سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني عند علي بن حمد بن حسين بن جرحب، من يقوده ويتابعه في عملية التضمير. هذه المراكز إخوان المتابعين، اليوم يوم الختام، يوم ختام السباق المحلي السادس. خلاص فاصل حتى الأسبوع القادم إن شاء الله، يوم الأربعاء سنبدأ مع السباق المحلي السابع على إن شاء الله. أتم الاستعداد لخوض السباق المحلي السابع ومشاركة أبناء الخليج أيضا مع السباق المحلي السابع. يعقب هذا السباق إخوان المتابعين سباق يترقبه الجميع، سباق المؤسس الكبير، السباق الكبير الذي ينتظره أبناء الخليج، ونرحب بكل أبناء الخليج المشاركين معنا في ميدان الشحانية. هذا التنظيم الرائع إخواني، هذا التنظيم الرائع، هذا الدعم اللامنقطع، هذا الدعم المميز، هذا الحضور أيضا من سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني المتابع الدائم عندنا هنا في ميدان الشحانية. يتابع أبو عبد الله أيضا نجاحات هذا الميدان المميزة، وأيضا نجاحات هذا الميدان الذي يحظى أيضا بالرعاية الكريمة والمتابعة من سمو سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. أبناء الشحانية، أبناء دولة قطر، أيضا المحبين لهذه الرياضة، تواجد الجمهور الغفير اللي يحضر في كل وقت صباحا ومساء، يحضرون معنا هذه الانطلاقات. هنا الأشواط المفتوحة، أصحاب السمو الشيوخ والسعادة هجنهم اللي تنطلق في هذا المساء. شوفوا الجمهور الحاضر اليوم، شوفوا الجمهور، إن دل هذا يدل على حب أبناء الشحانية وحب أبناء قطر خاصة لهذه الرياضة العربية الأصيلة التي غرست في قلوبنا وفي أيضا
تجري في دمانا. نعم هذه الرياضة العربية الأصيلة ومشاركة هذه الأسماء ومتعة هذه الأسماء. هذا هو شوط الزمول، هذا هو شوط الزمول. هذه العمالقة التي تنطلق مع 8 كيلومترات، 8 كيلومترات عندنا، باقي كيلو ونصف الكيلو على خط النهاية. وعن الناموس يا العطية، عن الناموس، عن الناموس الغالي في هذا الشوط، الناموس في هذا الشوط عند من؟ عند من في هذا الشوط؟ هذه الأسماء، هذه الأسماء. هذا هو براك على المركز الأول، هذا هو السعدي على المركز الثالث، الثاني، هذا هو الفارس على المركز الثالث. شعار هجن الشحانية، اختلاف المضمرين، المركز الأول عند سلطان الوهيبي، المركز الثاني عند محمد بن خالد، المركز الثالث عند سلطان الوهيبي، المركز الرابع يصل شعار سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني. هذا هو الشعار الغني عن التعريف أيضا، شعار سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، شعار حصل على الرموز من خلال مشاركات هذا الشعار المميز ومشاركاته المميزة، أيضا مع أسماء رسخت في الذاكرة، في ذاكرة ملاك الهجن في دول الخليج، يعرفون هذا الشعار جيدا. هذا هو على ظهر رداد اللي انطلق من المركز الثالث، يضم له السيد علي بن حمد بن حسين بن جرحب. شوف المركز الخامس إخواني المتابعين، المركز الخامس هناك صوغان يتقدم لسعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني، يضم له عبد الناصر بن أحمد المحمود. هذا هو الكيلو متر الأخير، افتتحناه قبل قليل. الأمور والقيادة والصدارة والانطلاق، هذا هو براق على المركز الأول، شعار هجن الشحانية. هنا سلطان الوهيبي يتابعه، يبحث الوهيبي عن تحقيق نقطة ثامنة اليوم. سلطان ديروا بالكم من اللي بالمركز الثاني، تابعوا رداد على المركز الثاني. وأنا أرشح الفارس اللي احتل المركز، أرشح من 500 متر، مسموح لي الترشيح، أنا مسموح لي الترشيح عند 500، برشح براق اللي فاز، برشح براق اللي فاز، فاز براق وأنا رشحته، رشحت براق اللي فاز. تهانينا لهجن الشحانية على فوز براق بهذا الشوط، تهنئة للمضمر سلطان الوهيبي من قاده إلى خط النهاية. تهانينا وناموس. المركز الثاني الفارس لهجن الشحانية، المركز الثالث رقمه 3 وهو رداد لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، المركز الرابع يصل السعدي لهجن الشحانية، والمركز الخامس صوغان يصل في خامس المراكز سعادة الشيخ عبد العزيز بن فهد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، التهنئة زفها في هذا المساء. نقطة ثامنة سجلها الوهيبي اليوم مع هجن الشحانية في هذا المساء، حقق نقطة ثامنة كمضمر طبعا ومتابع لهذا الشعار، عنده 8 نقاط. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الفوز والانتصار. توقيت الزمني 13 دقيقة 39 ثانية، 63 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية المركز الثاني، هذا الفارس. توقيت الزمني 13:40 7 أجزاء من الثانية، توقيت المركز الثاني. تهنئة لهجن الشحانية والمضمر العملاق سلطان الوهيبي المركز الثالث، 13:40 ثانية، 74 جزء من الثانية. رداد لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، والتهنئة للمضمر علي بن حمد.